ساعات القراءة الطويلة تعلمنا الصبر، التفكير فيما نقرأ يدرب عقولنا على فهم الحياة من حولنا، تكسبنا القدرة على فهم الآخرين. هكذا صنعت ساعات القراءة الطويلة عبد الله الحقيل. جيش من الرجال في رجل، رجال بعدد الكتب التي قرأها. اللقاء الجزء الثاني غدا الخامسة بتوقيت السعودية على MBC 1. رمضان يجمعنا، بس خليك بالبيت.